السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل حبايب قلبي متابعيني. النهاردة إن شاء الله إحنا عملنا الوجبة الخفيفة دي، ستريبس وصينية بطاطس ورز أبيض. عاوزين تعرفوا الوجبة دي اتعملت إزاي؟ تعالوا معانا شوفوا الخطوات خطوة بخطوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل متابعيني، أهلا بكم من مطبخي، مطبخ غدا شوقي. النهاردة إن شاء الله كده نعمل وجبة خفيفة كده مع بعض. احنا ابتدينا بقى نخش على الحر، والواحد بيبقى مش طايق بقى الاكل الدسم وبيبقى الواحد ملوش مزاج كده ان هو يقوم يعمل حاجه، فبنحاول بقدر الامكان نعمل اي حاجه خفيفه. يعني النهارده ان شاء الله احنا هنعمل مع بعض الدجاج الاستريبس، اللي هي الفراخ الاستريبس اللي هي صدور البانيه، اللي هي بنكون مقطعينها بالشكل ده كده، بتكون متقطعه قطع رفيعه. الفراخ بتاعتي انا بجيبها وبعملها محلول النقع بتاعها زيها زي الفراخ بالظبط، يعني البانيه اما بجيبه او الفيليه الدجاج بتعامل معاه زي ما بتعامل مع الفراخ بالظبط، بس ما بطولش عليه شويه في محلول النقع علشان خاطر ما يتهريش. بنحط محلول النقع، بنحط نص كوبايه خل، معلقتين كبار ملح، معلقتين دقيق كبار او نص كوبايه، وليمونه، معلقه سكر كبيره. وهنعمل مع بعض صينية بطاطس ني في ني، يعني اللي هي أخف حاجة، اللي هي ما تتعبكيش، ما تعملكيش حموضة، بتتعمل في لحظات. حتى أنا كمان النهاردة يعني كسلت أضرب الطماطم في الخلاط، بشرت طماطمتين كده وخلاص، يعني مش هضرب في الخلاط وأعمل شغلانة، يعني هيبقى الموضوع كله بسيط بإذن الله. نتكلم بقى على مكونات كل حاجة. الدجاج الاستريبس بتاعنا انا مش بحط بصل فريش، انا بتعامل معاه زيه زي البانيه بالظبط، زي الدجاج البانيه اللي هي القطع العريضه. بنعمل ايه بقى؟ البانيه بتاعي اهو معايا كوبايه حليب، معايا 3 بيضات، معايا هنا معلقه كبيره بصل بودر عشان احنا طبعا مش حاطين بصل فريش، نص معلقه صغيره توم بودر، 7 بهارات، نص معلقه، معلقه فلفل اسمر، معلقه ملح، ربع معلقه اللي هو البهار الحلو اللي هو الكباب الصيني، معايا هنا شويه ورق لورا مطحونين، ويعني ربع معلقه وربع معلقه حبهان بودر مطحون. دي كده المكونات بتاعتنا، ال3 اطباق دول كده المكونات بتاعتنا اللي احنا هنتعامل بيها مع البانيه. نتكلم بقى على المكونات بتاعت صينيه البطاطس. معانا هنا صينيه فيها بطاطس متقطعة مغسولة. البطاطس بقى يعني زي ما تحبوا، الكمية على قد عدد أفراد أسرتكم زي ما تحبوا. يعني أنا البطاطس عندي بحب أقطعها بالسمك ده، وبقطع كل البطاطس عندي بنفس السمك، يعني مش بخليها واحدة تخينة واحدة رفيعة، هندي يعني مثلا رفيعة شوية عشان كانت في الآخر، إنما كل البطاطس عندي بسمك واحد. الهدف من كده إيه؟ إن البطاطس كلها تستوي مع بعض، متبقاش واحدة نية واحدة مستوية. هنستخدم للبطاطس، هنستخدم لها معلقه كبيره زبده، ومعايا التوابل بتاعتها. انا ما بحبش يعني كطبيخ بقى ما بحبش ازود فيه بهارات والوان وحركات والكلام ده اللي هو التقليدي جدا، الحاجات المعروفه عندي ملح، فلفل، شويه حبهان مطحون، مكعب مرق الدجاج فقط، ما بحطش اكتر من كده، اي حاجه اكتر من كده ما بحطهاش. معايا طماطم مبشوره، معايا هنا بقى بصلتين متوسطين او بصلايه كبيره، انا حطيت واحده حمراء وواحده بيضاء متقطعين كده قطع جوانح بالشكل ده. معايا قرن فلفل، معايا 2 فص ثوم بس فقط لا غير، يعني ممكن كمان اخد منهم واحد لان فص الثوم كبير، بس مش بستخدم حاجه اكتر من كده. الحاجات دي كده مكونات البطاطس، وهنا كده مكونات الدجاج بتاعنا. هنجيب بقى دلوقتي بولة عشان نتبل الاستريبس بتاعنا، ونحط في الفريزر شوية على بال ما نخلص بقية الأكل. رجعنا مع بعض يا حبايبي، جبنا كده طبق كده عشان نتبل فيه، هنسمي الله وهنحط كوب الحليب بتاعنا اهو، وهنحط عليه البيض، 3 بيضات كفاية بس عشان الزيت ما يفرش، يعني كل ما بنزود بيض بيخلي الفوران بتاع الزيت كتير شوية. وهنحط معانا كل الكلام الجميل ده اللي ريحته في منتهى الروعة عشان يضيع لنا الريحة بتاعت زفارة البيض. هنضرب بقى المكونات دي كده مع بعض كويس.
ممكن لو في خلاط قريب من ايديكي او شغالة في الخلاط موجود متوفر قدامك يعني، ممكن تضربيهم في الخلاط، بس ما فيش مشكلة لان احنا ما عندناش حاجة صحيحة يعني، ولا عندنا بصل فريش صحيح قطع ولا عندنا ثوم قطع، فالموضوع كده سهل جدا. ادي المكونات بتاعتنا، هنسمي اللاب وهنحط الفيليه بتاعنا اهو، بالشكل ده كده، وهن ايه هندخل بقى كل الحاجات، هنشرب بقى البانيه بتاعنا في كل الكلام الجميل دوت. البانيه بقى او الستريبس او الدجاج عامه، صدور الدجاج مش بتشرب التتبيله زي اللحمه لان المسام بتاعتها ضيقه جدا يعني. البوفتيك الستيك البوفتيك لما عملته كان بيشرب التتبيله كويس قوي، انما البانيه ما بيشربش التتبيله علشان خاطر المسام بتاعته ضيقه جدا. هنحط بقى دوت في الفريزر يقعد ساعة مثلا على بال ما نخلص البطاطس والرز بتاعنا، هنعمل شوية رز أبيض كده ونيجي نقليه مع بعض. دلوقتي حبايب قلبي هنبدأ بقى نسمي الله كده ونعمل صينية البطاطس بتاعتنا، ومكونات جميلة وخفيفة وبسيطة جدا، وأسهل من كده مش هتلاقي. احنا دلوقتي مخرطين هنا البصل زي ما وريتهولكم بالشكل ده كده أهو. هنعمل ايه بقى؟ المبشره الصغنونه بتاعه جوز الطيب دي هناخد فص الثوم بتاعنا وهنبشر عليها. انا بقى لما بضرب البصل في الطماطم في الخلاط ما ببشرش بقى كده، باخد الحاجه بتاعتي فص الثوم وقرن الفلفل اضربهم في الخلاط مع الطماطم، بيبان ريحتهم بس طعمهم ما بيبانش، قصدي سوري بيبان طعمهم بس ريحته ما بتبانش. جميل قوي المبشره دي في الحاجات الصغيره دي، عشان اسف كده. احنا بشرنا فص الثوم بتاعنا، هنسمي الله بقى ونحط المكونات دي على البصل كده اهو، ومرقه الدجاج، ونعمل ايه بقى؟ هنفرك كل الحاجه دي مع بعض. يعني ايه هنفركها؟ يعني هندعك الحاجة دي كلها مع بعض لحد ما البصل ينزل المية بتاعته. دي بقى سر من اسرار صينية البطاطس الني في ني. احنا لما بنعمل كده احنا بنخرج الطعم والنكهة الجميلة جدا بتاعة البصل، وفي نفس الوقت البصل ما يبقاش مصحصح كده في الصينية اهو. واحنا بندعك كده هنلاقي البصل بيفتح من بعضه، وهنلاقي ان ان البصل بتاعنا بدأ ينزل المية بتاعته. اهو بصوا بقى البصل بتاعنا قل ودبل ازاي، بصوا هينزل مية اهو، بينقط مية اهو معايا. هنسمي الله بقى كده وناخد حاجة دي كده اهو، نجيب صينية البطاطس بتاعتنا اهي، هننزل بقى بالكلام الجميل ده كده عليها. ده تكنيكي في طريقة عمل صينية البطاطس. انا عمري في حياتي ما طبخت بطاطس، البطاطس بتاعتي كلها بعملها كده ني في ني، تبقى خفيفة جدا ريحتها بتجيب لاخر الدنيا. احنا كده بنتبلها مع البصل مع الملح والفلفل وشوية الحبهان ومكعب مرقة الدجاج كده، بتبقى في منتهى الروعة. هنخرط بقى قرن الفلفل مع بعض، ادي قرن الفلفل بتاعنا، بصل حامي قوي اهو زي ما احنا عاوزين بقى، عايزين قطع كبيرة قطع صغيرة، بس الفلفل ده ريحته حامي فانا مش هحطه كله لان هو حامي. وهناخد معانا معلقة زبدة، دي زبدة صفرا نيوزيلندي انا مسيحاها، هناخد بس معلقة واحدة كده عشان احنا مش عايزين الوجبة بتاعتنا دسمة قوي، هي معلقة كبيرة كده حلوة قوي عليها.
ادي الطماطم بتاعتنا، استنى، ادي الطماطم بتاعتنا انا فرماها، بشرها بالمبشرة وحط لها شوية مية عشان خاطر ارفعها على النار دي. بس احنا ممكن بقى لو في شوربة في نحط، مفيش هنزود صينية البطاطس بتاعتنا شوية مية علشان خاطر ايه تستوي كويس. احنا بقى هنحط البطاطس بتاعتنا على النار هنشوف كده نعمل الرز يكون الفيليه اتبل، ونيجي نعمل الاستريبس مع بعض وهوريكم البطاطس وهي على النار برضه. معانا حبايب قلبي صينية البطاطس اهي، بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين مش قادرة اقول لكم ريحتها عاملة ازاي، جبارة. فصين التوم دول بيعملوا تيست وشغل عالي قوي. هناخدها بقى دلوقتي، هي خلاص كده داخلة على سوا، هناخدها نحطها تحت الشواية في الفرن عشان خاطر بقى وشها بقى كده يبقى احمر كده ومتحمر وجميل قوي. هنعمل الرز بقى ونروح نعمل البانيه. دلوقتي عدى معانا حوالي ساعة، ساعة او ساعة ونص على الاستريبس هو في الفريزر. حتى لو نلاحظ كده ان اهو في الجناب بتاعته فيها قطع تلجت شوية، هنسمي الله بقى وشرب برضه اهو شوية من التتبيلة بتاعته اهو. يعني طبعا اللي فاكر شكل البانيه اول ما بدأنا بعد ما تبلناه وفاكر شكله دلوقتي اهو مختلف طبعا. معانا هنا كوباية ونص بقسماط وعليها نص كوباية دقيق، بهرناها بملح وفلفل ونفس الحاجات اللي موجودة معانا هنا اهو في الاستريبس بتاعنا، حطينا منها هنا في قلب البقسماط. هنسمي الله بقى كده وهناخد بقى شريحة شريحة هنا كده نتبلها. احنا بقى في اثناء ما بنكون بنتبل الستريبس بتاعنا حاطين الزيت على النار، انا حاطه زيت ومعاهم معلقه سمنه بلدي حلوه كده عشان خاطر تخلي طعمه حلو. يعني في حاجه بس معلومه نسيت اقولها وانا بتبل الستريبس بتاعنا، ان في البانيه بتاعي دوت انا يعني بايت في الفريزر، يعني كان بقاله يوم في الفريزر قبل ما اشتغل فيه قبل ما اتبله، عشان كده بعد ما تبلته قعدته ساعة واحدة بس في الفريزر كده او في التلاجة ساعتين ثلاثة وخلاص. انما طبعا حضرتك لو هتجيبي البانيه فريش طازة يعني النهاردة، ما ينفعش ان احنا نعمله في نفس اليوم او تقعديه مثلا لو هتقعديه من الصبح لغاية بالليل. ليه بقى؟ لان البانيه من الحاجات اللي بيبقى الصدور الفراخ عامة بيبقى الجلد بتاعها قاسي شوية، بيبقى الصدور بتاعتها قاسية شوية جامدة شوية. فاحنا بنعمل ايه بقى؟ يا بنبيته يوم في الفريزر قبل ما نتبله، يا اما نتبله ونحطه في الفريزر 4 5 ساعات اقل ما فيها علشان خاطر ما يبقاش يعني ايه مفرول كده وبيشد في البق واحنا بناكله. انا بس عشان ما اطولش عليكم هروح اكمل بقيه تتبيل البانيه ونروح نقليه مع بعض. انا طبعا مش هعمل الكميه دي كلها، انا هعمل على قد الاكل النهارده بس، وهشيل الباقي في علبه مقفوله واحطها في الفريزر. احنا اهو تبلناه بالشكل ده كده، هكمل بقى شويه اللي انا هعملهم النهارده وارجع لكم تاني بقى واحنا بنقلي. دلوقتي احنا الزيت بتاعنا سخن اهو، واحنا خلاص خلصنا تتبيل الستريبس بتاعنا، نبدأ بقى نسمي الله كده ونقليه مع بعض. مش هياخد لحظات، الزيت بتاعنا سخن كويس، البانيه بتاعنا متسبل كويس ما شاء الله. هنمشي برضو بالقاعدة اللي احنا بنقولها في كل المقليات، بلاش بعد ما تستوي قطع نشيلها ونحط ني، الطاسة اللي اتحطت تتحط كلها مع بعض وتتشال كلها مع بعض، لان الني هيزفر المستوي بتاعنا ويخلي طعمه مش ظريف وهيبرد درجة حرارة الطاسة بتاعتنا اللي احنا بنقليها.
اللون عندنا زي ما احنا شايفين كده، مش هنقلبه الا لما اللون بتاعه يبقى الجولد، ياخد اللون الجولد بتاعنا اللي احنا عايزينه الجميل ده اهو. انا مش هقطع عشان اوريكم بس هو بياخد وقت قد ايه، بس اهم حاجه يكون الزيت مقدوح كويس علشان خاطر ياخد لون بسرعه والمسام تتقفل وما ينزلش الميه بتاعته وينشف. طبعا احنا عندنا كل اولادنا من عشاق الستريبس بقى والبانيه والحاجات دي، صراحه كله كبير وصغير بيحبها، لان هي بصراحه يعني ايه خفيفه وظريفه كده. هنبقى نعمل بقى ان شاء الله مع بعض كده سندوتشات البانيه في العيش السوري، احنا عملنا قبل كده الشاورما، هنبقى نعمل ان شاء الله بقى كده الستريبس في العيش السوري بيبقى حلو قوي. دي كده خلاص استوت، شايفين لونها عامل ازاي، لونها واخد اللون الجولد الجميل قوي دوت، قرمشه بقى وحاجه كده جميله جدا. طبعا هنقول الكلام ده بنقوله في كل مره بنعمل فيها اكل، احنا بنعمل اكل جميل جدا في البيت، بنتبله بمكونات مغذيه، حاجات نظيفه وحاجات معروفه. احسن طبعا لما نروح نجيب كيس الاستريبس من بره جاهز المثلج اللي احنا مش عارفين الفراخ اتغسلت ولا لا، الفراخ بتاعته كانت شكلها ايه، الناس اللي متبله شكلهم ايه. يعني انا بصراحه الحمد لله من فضل ربنا ما بشتريش اي كياس من بره اللي فيها الدجاج واللي فيها الحاجات دي خالص، نهائي نهائي، ولا برجر ولا كفته ولا اي حاجه الحمد لله من الحاجات دي، ولا ستريبس ولا كلام ده خالص، كل حاجه الحمد لله من فضل ربنا بعملها في البيت. شايفين اللون بتاعه بقى خطير ازاي، لون رائع. هكمل بقى بقيه الكميه عشان ما اطولش عليكم ونرجع نشوف نقدم الاكل مع بعض. دلوقتي حبايبي احنا خلصنا مع بعض الوجبه بتاعتنا النهارده، حاجه خفيفه كده وجميله. ادي الستريبس بتاعنا، حاجه بقى في منتهى الروعه، ريحته وطعمه حكايه. وادي صينيه البطاطس بتاعتنا الني في ني اهي، حمرناها في الفرن، حمرنا الوش بتاعها، شكلها رائع وطعمها خطير جدا. وهنقدم معاها رز ابيض ان شاء الله. عايزه بس اوري حضراتكم البانيه بتاعنا او الاستريبس بتاعنا من جوه شكله ايه اهو. شكله خطير، نجرب واحدة كمان اهي، شايفين ما شاء الله، ولا الكفر بتاعه وقع ولا اي حاجة، جميل جدا جدا. ان شاء الله بإذن الله تجربوه بالطريقة بتاعتي ويعجبكم ان شاء الله. وياريت لو الفيديو بتاعي النهاردة عجبكم ما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب، وياريت دعوة حلوة كده من قلبكم. اشوفكم على خير ان شاء الله، السلام عليكم.